النهارده عيد الحب، بس عيد الحب المصري. كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد الحب عندنا بيكون يوم 4 نوفمبر، بس طبعا في ناس كتيره يمكن ما تعرفش ليه اليوم ده بالتحديد. دايما بنشوف ناس كتيره بتسال عن السبب، ليه احنا عندنا عيد حب محلي غير العالمي؟ واحنا الحمد لله مش مقصرين، يعني احنا بنحتفل بالاثنين، لكن عيد الحب المصري وراه قصه كده. فانا هسيب جومانة تحكي لكم القصه دي. اتفضلي يا فندم. انا هحكي قصه وهرجع لموضوع ان احنا مش مقصرين في الاثنين ده. ايه قصه عيد الحب المصري؟ القصه في مصطفى امين. مصطفى امين قرر انه يكون في عيد حب مصري، والسبب وراء اختيار اليوم 4 نوفمبر تحديدا ليه دلاله خاصه عنده. في روايات وحكايات مختلفه اتقالت في سر اختيار اليوم، من بينها انه كان شاف موقف اثر فيه، انه مره شاف جنازه ماشيه في حي السيده زينب بس كان فيها 3 اشخاص بس. هي الموقف ده اثر فيه جدا جدا جدا، لدرجه انه قرر انه اليوم ده يكون رمز للحب عشان كلنا نحب بعض اكتر ونكون جنب بعض دايما في المواقف الصعبه. بس انت شاذلي، يعني ازاي بقى مش هو هو سال الاول، هو سال الناس فبيقول ليه 3 بس، فقالوا له يعني لان الراجل ده تقريبا ما كانش ليه علاقات قوي او ما كانش حد بيحبه او الى اخره يعني. فعشان كده قرر ان هو يعلن ان اليوم ده هنحتفل بيه بانه عيد الحب. انت احتفلت بقى بعيد الحب المصري ولا لا؟ احنا لسه الساعه 7 الصبح. انت كنت ناسي اصلا عيد الحب المصري الساعه 7 الصبح. يعني لو سالتك بكره تكون احتفلت؟ انا اجازه بكره، بس يعني براحتك. طبعا الموقف ده كان موقف صعب جدا وموقف مؤثر، عشان كده تم اختيار اليوم ده، وكان هدفه هو نشر الحب والسلام بين الناس. وفعلا كتب مقال في جريده اخبار اليوم سنه 74 وقال فيه انه عايز كل الناس تحتفل بعيد الحب، مش بس بين اثنين، يعني مش لازم يكون اثنين بيحبوا بعض، ممكن بين الاصدقاء، ممكن يكون صديق لصديق زي استاذه ليلى قالت، بين الجيران، بين الصحاب، بين زملاء العمل على الاقل، يعني يمكن يكون في موجود مثلا يعني بين زملاء العمل. ان شاء الله حاضر الساعه 7 الصبح. بس طبعا يعني يا شاذلي انت الحقيقه كل حلقه جنبك عيد، يعني ما الحمد مش محتاجين لله. نتكلم في الموضوع ده، لكن فعلا زي ما كان شاذلي بيقول، فكره الاحتفال بعيد الحب او فكره مصطفى امين او اللي كان بيقصده انه عيد الحب المصري من وجهه نظره كان يكون يوم بنحتفل بيه بكل اشكال الحب للناس اللي حوالينا. يمكن حتى في مقاله كان بيتكلم عن حب الله وحب الوطن وحب العيله والصحاب، كانه كان حابب انه يفكرنا بقيم زمان زي النخوة والشهامة والمروءة. يعني عيد الحب المصري مش مجرد مناسبة عابرة، دي دعوة للتواصل فعلا بيننا وبين بعض، والأجمل كمان إنه مش محصور على فئة معينة، كل واحد فينا يقدر يحتفل بطريقته ويعبر عن حبه للناس اللي حواليه بطريقته، يمكن حتى لو بحاجة بسيطة يا شاذلي. صحيح. أي حاجة رمزية، أي حاجة رمزية ممكن تعبر عن حبك. على فكرة أي موقف حتى بسيط ممكن يعبر عن حبك ومعزتك حتى للشخص اللي قدامك. خليك لطيف حتى على الأقل، ابتسم في وشه، يعني أبسط الأمور، خليك لطيف كده مع الناس وابتسم في وشه. صح. على أي حال كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما في حب وفي أمان وفي سعادة. نصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.